أنا قلت لك في البداية كسرت بجوز عود كان حقه كنت شاريه ب 2500 بال 97، يعني كنت مشتغل مش عارف قديش حتى ضابهن، ومن قهري وما تعلمتش وحابة أتعلم على العود كسرت الآلة، يعني خبطتها بالأرض وراحت. تندمت بعدين، بعدها فترة تندمت، رجعت جبت آلة ثانية وتابعت. أي إنسان بيشتغل شيء إلا ما يتعرض يواجه صعوبات، إلا بده يكون الإنسان بدك تمشي بطريق بدك تحسب الصعوبات قبل السيئات قبل الحسنات. والله أنا حكيت لك قلت لك بالبداية أني لما بسوريا كنت تارك آلة العود صراحة لحكم شغلي وعملي وكذا ما كان في وقت، أما أجينا على مخيم الزعتري لما شفنا الوضع، وحتى كان موسيقى بمخيم الزعتري كانت جدا ضعيفة جدا جدا، يعني كانت بحاجة أني أرجع لآلة العود. كان زميل إلي يعزف على آلة العود كان ماخذ الموهبة من أخوه، وكنا ببداياتنا بالمرحلة الابتدائية حتى كنا بعدنا بالمدرسة، وكان عندنا موهبة الغناء، يعني حب الغناء، نغني بالصف ونروح نفوت على الصف على طول الأستاذ يجي ينقينا احنا نطلع وغنوا لنا غنية وكذا، كان عندنا موهبة بسيطة، فحبينا ننمي هالموهبة هاي نرافقها بعزف على آلة، هي كانت آلة العود يعني. كان هدفي من العود اني اوصل فعلا الرساله، اني اعمل شيء من مقابل لبلدي، اني اغني لبلدي، اني نكتب كلمات شعر لبلدي. الموسيقى هي جسر عبور، بتوقع انها جسر عبور لاشياء كثيره، والموسيقى بتحمل رساله سامي جدا معبره، وبتوصل لك رساله وين ما تكون، بتحسسك بالاخاء بالمحبه بالوفاء بالالم بالفرح بكل شيء، بتحسسك الموسيقى يعني بتوصل الاحساس، هي اكثر شيء الاحساس، يعني الموسيقى بتوصل مع الاحساس. العود هي الآلة الشرقية البحتة، آلة شرقية بحتة، يعني ما بتقدر تستعملها إلا الأشياء الشرقية، واللي بتمسنا بتمس عالمنا العربي، بكفي إنها هي صنعنا يعني، والآلات الباقية كلها صنع غربي. أحيانا بيعطيك فرح وأحيانا بيعطيك حزن حسب الجو اللي أنت فيه، أنت كأنت أني أحد الناس، لما أكون متضايق مثلا حنين للبلد، بكون مشتاق لبلدي وعلى طول مشتاقين لبلد، نحن بروح بعزف العود بعطيني حنين للبلد، بعطيني شوق، ألم بعطيني ألم كمان، حزن بعطيني حزن، أي شيء بتطلبه منه بيعطيك إياه. بشوف المستقبل بالنسبة إلي، أنا بتمنى المستقبل لأولادي يكون مستقبل مشرق ومزهر، حلمي إنها ترجع سوريا مثل الأول، اللي بيجوز هو 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 هذا حلم أصلا صار مستحيل، لأنه إذا بترجع سوريا مثل الأول معناته بدها ترجع ناس ماتت كثيرة وأعزاء علينا وغوالي فقدناهم، فلذلك إنها ترجع ما بعرفش، والحلم بظل حلم.
إنه الإنسان مهما كان بألم بس رجع على بيته أكيد راح يخف ألمه شوي.